خلينا نحكي يا جماعة في موضوع مهم جدا، موضوع الطازة والمتلج. كتير من الناس بيعتقدوا انه اللحم المتلج هذا لحم مش تمام، اللحم او الدجاج او الفواكه او الخضروات المجمدة هذه يعني اكل سيء وبفقد فيتامينات وما كتير. هذا بنسأل السؤال، هذا الكلام غير صحيح. عملية التجميد هي عملية من عمليات الحفظ، زي ما في عندنا التجفيف. يعني الآن الأعشاب مش احنا مجففة؟ يعني هل أنا لما جففت الأعشاب هو أنا أفقدت قيمتها؟ بالعكس، أنا كثفت المواد الفعالة فيها، بس أنا نزعت المية بطرق مختلفة. والتجميد هو نوع من أنواع الحفظ، تمام؟ وإذا حدثت عملية التجميد بالشكل الصحيح لا نفقد القيم الغذائية تماما، يعني تفقد بنسبة ضئيلة جدا وممكن نفقدها يعني حتى وإن كانت طازجة. لذلك طب هيجي واحد يقول طب هو اللحمة المتلجة ليش أغلى من ليش أرخص من اللحمة الطازج، واللحمة أو الفواكه أو الأسماك المجمدة ليش أرخص من الأسماك الطازج؟ لا هي مش رخيصة، هو إحنا نعتقد إنها رخيصة، هي في الحقيقة احنا عندنا تقريبا يعني 20-30% هذه ميه، ما هي تحقن بالماء المجمد عشان احنا نحافظ على الخلايا ما يصيرش عمليه انفجار، وهذه عمليه يعني حيويه طبيعيه عشان انا يعني احفظ اللحمه المجمده او السمك او الاخري، انا بدي احفظ المكونات تبعته. فعمليه التجميد هي عمليه حفظ، انا في عندي 20% ميه من اللحمه اللي انا شريتها، اذا لو نيجي نحسبها حسبة تانية هنلاقي تقريبا قريبة من الايش الطازج. وان كان انه اللحم المجمد زي اللي ببيع بالجملة وببيع مفرق، لا لو انا بدروح اشتري مثلا بضاعة ايا كانت بالقطعة بيختلف لما ابيع اشتريها بالطن. وكذلك المجمد، المجمد هذه دول بتصدر يعني تصدر لعشرات الدول، لذلك بيطلع التكلفة عندها أقل. يعني الموضوع له علاقة كمان في البيزنس وفي الاقتصاد، ولكن احنا بنشعر انها بتجينا رخيص لكن في الحقيقة هي مش رخيصة. لذلك فكرة انه اللحمة المتلجة هي لحمة ما فيها قيم غذائية وإلا لما يتم التبادل فيها بين الدول، تمام؟ بالعكس هي بتيجي ضمن شروط ومواصفات معينة، ولكن احنا يعني في قطاع غزة او في اي دولة يعني نحاول دائما نشتري اللحوم والمجمدات من اماكن ثقة، بمعنى انه ما فيها قطعة كهرب وعلى مدار الساعة عملية التجميد موجودة فيها، تمام؟ لذلك اذا فيش سمك طازج لا ممكن اجيب سمك متلج واكل، عندي ما عنديش القدرة المادية اجيب لحمة طازة بجيب لحمة مجمدة، مش هتفرق كتير زي ما قلنا القيم الغذائية، مع العلم انه اللحمة المجمد عبان ما تصل بتكون مرت على على الاطباء وعلى الهيئات المختصة والوزارات المختصة وبتم فحصها يعني ربما يعني اكتر من اللحمة الطازجة.